السلطه المحليه اليوم باش يجيو يديروا الياجور يسدوا كما كيديروا البروسيدير على الدار اي للسقوط، جاو حيدوا هذاك مرت الجندي اللي خدم البلاد ولاحوها. هي دابا دات الامبيلونس وراح وجا في اللي حينهم ليها، شي راح وجا في اللي حين لهم الدار اختي، ما باغينش يسدوها، ما باغينش يديروا لها الياجور، ما باغينش يديروا ايقاف النشاط، ما عرفناش علاش. وكيقول لك سيروا عندكم استفاده، فين هي الاستفاده؟ ما عطينا حتى ورقه وكيقول لك سيروا راه عندكم استفاده. ونورمالمون باش نستافدوا خاص الدار تسد بالياجور ونتصوروا، عاد باش يعطيونا هما ما باغينش يسدوها بالياجور. انا ما فهمتش علاش، ما فهمتش علاش. واش هاد الدار عترب علينا حنا؟ واش هاد الدار عترب غير علينا حنا؟ على الكاري مولا الدار ما عتربش عليها هي وخوها اللي كيزاول النشاط ديالو في المحل التجاري. بغيت نعرف بوان دانتيغوغاسيون عندي، علاش ما باغينش يسدوا هاد الدار؟ علاش ما باغينش يسدوها؟ هادي ما تفهمتش ليا. ما عندهاش فين تمشي، لا بونسيون عندها والسونديغام، ودابا كيحيدوا كيقول لك حيدوا من هنا. فين غنمشيو؟ 50 عام، 50 عام ماشي سهلة، ما عطاونا لا تعويض لا قرار لا شهادة إدارية تاع الاستفادة، وكيقول لك حيدي من هنا. فين غنمشيو؟ دابا غيحيدوا لنا حوايجنا، فين غنمشيو؟ ما عندناش فين نمشيو، غنبقاو هنا تنموت وحنا ميتين ميتين. واش من 100 درهم هي عندها إن مالادي كرونيك اش غدير بها؟ غتكري بها؟ غتكري بها؟ دابا أكسيالمون بيت راه 1500، فين غتمشي؟ دابا خويا باغيين يحيدوا لينا هذا الشيء، فين غنمشيو؟ فين غنمشيو؟ ها؟ شنو البديل؟ البديل قال لك حيدوا هذاك الشيء من تما، وشهادة إدارية ما عاد تعطاناش، وهاد الدار ما باغيش يديروا لها الياجور، علاش؟ قال لك ما سوقكش فيها، قال لك لا ما سوقكش فيها. حنا دابا أمام الصحافة، ها هو القيد، يعني حنا دابا أمام الصحافة، يعني كنتسائلوا بما أن هذا البيت عايل سقوط، هاد الناس عندهم الحق الاستفادة. كذلك انه في اطار انه اي سقوط خاص يداروا لي باريير، وخاص يتبنى على هاد الباب وعلى المحل التجاري، خاص يتبنى عليهم. بالنسبه لي الا كان اي سقوط كيف ما قالوا بانه دارت واحد الخبره اللي انا طبعا كنشكك فيها، لانني قلت لكم ونعاود نقول لكم باننا في بلد يعني شهاده طبيه كتعطى ب 100 درهم. فهاد الناس هادو اشكك في الخبره اللي دارت، وكنتمنى انه دار خبره اخرى تكون واقفه عليها وزاره المؤسسه العسكريه، اللي كلنا كما قلت لكم عندنا ثقه فيها كبيره من اجل انصاف هذه العائله هذه اللي هي ارمله ديال جندي عسكري. اللي وقع يعني كان منذ تقريبا واحد 14 يوم، يعني هذه السيده هذه اللي ساكنه هنا منذ مده طويله هي والعائله ديالها، الزوج ديالها عسكري رحمه الله، يعني هي ارمله. فاليوم كيحاولوا انهم يفرغوها من هذا المكان اللي كتبات فيه من بعد ما خرجوها بعدا من البيت. فحتى هذا المكان اللي كتنعس فيه واللي ما عندهاش هي شي مكان اخر انها تمشي ليه، الله يحفظك، فحتى هذا المكان يعني اللي كتبات فيه راه كيحاولوا انهم يخرجوا منه. هذا الشيء اللي ما كنقبلوش نهائيا. راه حنا من اليوم كنتكلموا على واحد الحاله ديال الاستثناء، يعني اليوم كنتكلموا على جندي مغربي قدم الروح ديالو وضحى بالابناء ديالو بالحياه ديالو من اجل خدمه هذا الوطن. اليوم عيب وعار اننا نشوفوا ان الزوجه ديالو كيتم اخراجها او يعني حتى ابعادها من هذا المكان هذا اللي دوزت فيه العمر ديالها، في الوقت اللي كان الزوج ديالها كيدافع على هذا البلد. اليوم كنوجه رساله للمؤسسه العسكريه، كنتمنوا انها تدخل على الخط من اجل انصاف هذه العائله هذه، ومن اجل انها تستافد الاستفاده اللي هي قانونيه في اطار الحق اللي شرعه ملك البلاد في اطار البيوت الآيله للسقوط. فهنا الناس كيقولوا بان هذا البيت آيل سقوط، ولو يعني ما كايناش الملامح نهائيا انه آيل سقوط. حنا كنعرفوا بانه في بلادنا راه شهاده طبيه راه كتخاد 100 درهم، يعني الملامح كنقول لكم ديال ان هذا البيت آيل سقوط ما كايناش نهائيا. فاذا ما ثبت ان هذا البيت آيل سقوط خاص يداروا لي باريير خوفا وحفاظا على ارواح المواطنين. ثانيا خاص يتم يعني البناء جدار على هذا الباب هذا من اجل عدم الولوج اليه. كذلك يجب الردم ديال هذا البيت هذا، واكيد مع الاستفاده لهذه العائله هذه. فاحنا الان يعني كنتسناو هذه الاجراءات اللي كتقوم بها السلطات الامنيه والمحليه من اجل ان هذه السيده هذه تخرج لها الاستفاده ديالها، وكذلك يتم الردم ديال هذا البيت هذا. ما ننساش نقول لكم بان السيده زوجة الجندي المغربي او ارمله الجندي المغربي راه الان يعني في المصحه. شكرا.